ثلاثة ساعات مسكين هو مليوح، ثلاثة ساعات وخويا مليوح ما قاسو حتى شي واحد، ما كاينش اللي فاقد فيه، ما كاينش اللي قاس فيه، وما بقيتش قادرة نهضر. خويا هادي شهر أنا ما كنت غايبة، هادي شهر ما شفتو، ملي جيت خليته حي، جيت لقيته ميت. عيط لي الأخ ديالي هو اللي قال لي أجي خوك راه توفى. صافي مسكين توفى في البلاصة، الزوم ميت، هو اللي قالوا لي أجي الأخ ديالك راه توفى. شنو السبب؟ السبب مقتول مضروب بالموس، قاتلين جوج سبقوا عليه بالموطور شدوه تعرضوا له وحشوا فيه الموس، مسكين هو قرا وجا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، فمازال ما مرتش حتى تقريبا 24 ساعة على الجريمة ديال المدينة وجدة، فكذلك منطقة جرف الملحة التابعة لإقليم سيدي قاسم اهتزت الساكنة ديالها على وقع جريمة شنعاء اللي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر بعد ما نشب صراع بينه وبين تلميذ كيتابع كذلك الدراسة ديالو مؤسسة الزرقطوني. فقبل أن تتطور الأمور بينهما وتنتهي إلى خبر وفاة أحدهما في ظروف غامضة وهرها إلى مكان الحادث رجال الأمن والوقاية المدنية ورجال السلطة المحلية قبل أن يتم بعدها نقل الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم. ووفق مصادر فإن الحادث لقي فيه التلميذ حتفه بعد تعرضه لطعنة بسكين على مستوى القلب كانت قد تلقاها أردته قتيلا. وتداولت أخبار خلال الحادث أن الصراع كان قد حصل بين الطرفين وتم الصلح بينهما قبل أن يتفاجأ الجميع ويجد الضحية مدرجا في دمائه ليطرح السؤال من القاتل الحقيقي. وزادت ذات المصادر إلى أنه لا زالت خيوط الجريمة تحت دهاليز التحقيق الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة والتي سيكشف لا محالة خيوط الحادث والمنفذ الحقيقي لعملية القتل. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسلسل الجرائم لازال مستمرا وهذا الشهادة خاصه الحل، والحل ديالو هو عقوبة الإعدام لردع مثل هذه الجرائم البشعة. ضروري جا مع الربعة وتغدى وطلع على شي صخرة تعيطوا لنا قالوا له تعالوا راه مضروب. مشينا نشوف مشات با مشات مرتو خويا راه ساعة هو طايح كينزف ما كاينش اللي عتقو الضربة قد هكا باش يعتقو الولد ما عتقو حتى واحد. ماشي في نفس المدرسة وما كيقراش معاه وما عندنا اتصال به. دري ولد الجرف وخويا من الفضول من وزان ولكن راه كيقرا في الجرف. عطيو واحد المساحة شتي كيقرا في الجرف الولد. كيقرا في الجرف وكيقرا حتى هوايا العلم الله اش بيناتهم. حنا خويا ما قالناش وما في راسنا والو. تغدى خويا وطلع عادي بقاو تابعينه كيسبقوا لقينا صندالته كيسبق صندالته بقى كيسبق حتى صندالة طاحت فردة طاحت لقاوها فردة لا تليفون حتى جابوه الاصدقاء اللي معاه في المدرسة كلهم. خويا ما كيكمي ما كيسكر ما كيدير حتى حاجة خويا ما فيه حتى تابع ليا وعدو 18 سنة وما كاينش اللي اعتق خويا. خويا ما عتقو حتى واحد. خويا ما عاد قلت شي واحد في الدنيا. خويا كيموت قدام المواطنين ما كاينش اللي شدو دار له حتى هكايا. تمشى با بقى يتمرغ في الدم هو وامه. خرجت بنتي حداه ساكنه تما خرجت بقات كتمرغ في الدم ديالو ما كاين حتى واحد اللي عاتقو. مغطي طايح مكفي بقى مكفي حتى مات هكاك. والضربه من مشى با يغسلو لقاها قد هكايا. ما هي ضربه دار القتل ما هي حتى حاجه. على النزيف اللي قتل خويا هي الواقع. وراه ما كاينه مدرسه الشباب كيضيعوا بناتنا كيقراو كنخافوا عليهم ولادنا كنخافوا عليهم. راه ما كاينه حتى حاجه. راه ما كاينه حتى شي حاجه سيدي. هذه الهضره اللي غتسمعي ولادنا كيقراو وبنتي انا عازبه كتقرا كتمشي كنخاف كتجي كنخاف. كنا كنخافوا على وليداتنا. وهذا راه خويا وباها هو 70 سنه رازم قاعد في الركنة. خويا نافعنا هو اللي بقى في الدار كيطير وينزل. الحاله هي هذه انتم كتشوفوها. شتي الحاله انتم كتشوفوها تصويرتو عزري ما كيكمي خويا ما كيسكر. ها ما كلشي القاسم جاي تابعو الاساتذه تابعنا كلشي تابع خويا. هذه هي الحقيقه.